حياكم الله. حلقة برنامج حصاد اليوم لهذه الليلة ستخصص لتغطية حادثة طائرة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. حتى الآن لا توجد أي تطورات في الوقت الذي تستنفر فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الإمكانات والتجهيزات في عمليات البحث الجارية، وتوجيه رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي بالمساعدة في عمليات البحث عن الطائرة، وكذلك الحال لدول أخرى صدر عنها نفس الموقف. رح نبدأ وياكم محور حديث تغطيتنا بكلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد الخامنئي بشأن الحادثة، لنتابع. أشير إلى الحادثة التي وقعت عصر هذا اليوم لرئيس الجمهورية ورفاقه. أملنا بالله أن يرجعهم سالمين إلى أحضان الشعب، والمطلوب منا أن ندعو لهؤلاء الذين على رأسهم رئيس الجمهورية المحترم والمغنم، فإن جهوده في الخدمة هي نعمة كبيرة، ونسأل من الله أن لا يسلب منا هذه النعمة. ولتطمئنوا أنتم ومن يسمعني أن لا يحدث أي اختلال في عمل الدولة، والمسؤولون بعد الحادثة تحركوا بجهود مضاعفة لأداء أعمالهم ووظائفهم، وأنا أوصيتهم ببعض الوصايا اللازمة، وكل الأمور منظمة ومرتبة في الجانب الأمني وفي أمن الحدود وفي كل المجالات، وهذه الإجراءات تسير بواسطة الحكومة، فلا يقلق الشعب. وإن شاء الله سيرجع رئيس الجمهورية في أحضان الشعب وستسير الأمور على أحسن حال. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم الدكتور الأستاذ هيثم الخزعلي الباحث بالأكاديمي، حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب كل الترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسري، حياك الله. دكتور هيثم، أبدأ معك مما انتهى به قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، قال أن الرئيس سيعود إلى حضن الشعب الإيراني وإن شاء الله كل شيء سيكون على ما يرام ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، لكن بالحقيقة الجميع قلق من هذه الحادثة، كيف تقرأ التداعيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أرحب بكم وبضيفكم الكريم سيد محمد وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه كلمة الإمام الخامنئي كانت تشير إلى موضوع إدارة الدولة ونظام الدولة في حال حدوث لا قدر الله شيء للسيد رئيس الجمهورية، وكما معروف أن الجمهورية الإسلامية دولة مؤسسات، يعني لا تدار بعقلية شخص واحد ولا تدار بعمل ارتجالي، وإنما هي تدار بنظام المؤسسة وتوجد خطط وبرامج موضوعة والكل يسير على مسار معروف ومحمود، بالتالي غياب أي شخص لن يؤثر على سير النظام والخطط والبرامج في داخل الجمهورية الإسلامية. هذا وكان مرتكز حديث الإمام الخامنئي، كما أنه دعا الناس بالدعاء للسيد رئيسي بالعودة سالما إن شاء الله، وللآن لم يتضح يعني مصير الطائرة، هناك أنباء مبشرة بخير وهناك ربما بعض الأنباء قد تشير إلى خلاف. طيب دكتور، لماذا هذا التضارب؟ هل هي بسبب الصعوبة ربما الجوية، الأمطار أو موجات الهواء الباردة في تلك المناطق وعورة المناطق؟ يعني لماذا لم يتم الوصول إلى الطائرة؟ نقص إمكانيات مثلا؟ لا، الحقيقة ليس نقص إمكانيات ولا شيء آخر، المنطقة وعرة جدا وهي منطقة جبلية وغابات مرتفعة، والأحوال الجوية سيئة جدا، صعوبة تأمين الاتصال في الظروف العادية، فموضوع الاتصال مع طائرة تقل الرئيس الإيراني طبعا يكون هناك صعوبة، لأنه توجد أيضا محاذير أمنية في موضوع إشارات
الاتصالات بالنسبة لطائرة الرئيس، ربما يكون هذا أحد المعوقات في الوصول، ولكن كان هناك خبر بأنه تم التواصل مع 2 من طاقم الطائرة، وربما هذا الأمر يبشر بخير إن شاء الله. إذن أستاذ محمد، أجد الترحيب بحضرتك وأسألك عن الحادثة اليوم، كيف تراها، كيف تقرأها وسط هذا التضارب الكبير في الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكوادركم والضيف العزيز والمشاهدين الأكارم. وبالتأكيد أنه اليوم هذه الحادثة، أولا لابد أن نرى أن طبيعتها هي كانت في افتتاح السيد إبراهيم الرئيسي أعاده الله سالما وفريقه في افتتاح السد قرب الحدود الأذرية، وكذلك أيضا لقاء الرئيس الأذربيجاني، وبعدها مسار الحدود هو مسار طولاني، مسار الطائرة حركتها قرب الحدود، ما معنى أنه قريب الحدود ما بين 3 إلى 4 كيلومتر. محل السقوط الذي تم تحديده قريب منطقة أردشير، والمنطقة الفاصلة بين خدا آفرين ومنطقة أردشير هي هذه منطقة وعرة جدا، منطقة جبلية، وهناك سمعنا الكثير من آخر التصريحات التي صدرت رسميا من المساعد الرئيس الإيراني التنفيذي خدا منصوري، ذكر أنه تواصل مع 2 من أفراد طاقم الطائرة بعد الحادث، هذا يشير إلى أنه إمكانية التواصل، هذا من جانب في الفترة القياسية الأولى. النقطة الثانية أنه الاستنفار لدى الهلال الأحمر، طبعا تعرفون أنه السيارات ذهبت وصلت إلى منطقة ممكن تقدر تتقدم بها، الضباب الكثيف والمنع عن التحليق حتى المسيرات، بالتالي في منطقة شائكة معقدة من ناحية الجغرافيا، فبالتالي البحث الآن آخر منطقة يمكن الوصول إليها تحددوا ما يقارب 2 كيلومتر بالمساحة المحددة، بالتالي هم في هذا المدار، وخصوصا مع وجود دخولنا في الليل بالتالي أصبح المسألة أكثر تعقيدا، لكن الوقت ليس بصالح الجميع بالتأكيد، هذه النقطة. النقطة الثانية، سمعنا مصطلحات هناك هبوط صعب أو تحطم ما بين الأمرين، طبعا الشائعات كثرت في هذه الآونة باعتبار المنافقين دخلوا على الخط، أجهزة المخابرات الدولية أيضا هم دخلت على الخط، وبكل الأحوال معنى التحطم الصعب هو معنى الهبوط الصعب هو معنى مخفف من كلمة التحطيم واستخدم من قبل الروس، هذا من جانب في عملية مخففة. النقطة الأخرى في هذا المجال ما أود أن أشير إلى ما تفضل به الدكتور هيثم أستاذنا وعزيزنا من أنه عدم أنه البلاد تدار، باعتبار أنه القانون في الجمهورية الإسلامية هو حدد أنه في حال لا سمح الله حدث شيء على رئيس الجمهورية كما حدث في السابق الشهيد رجائي وباهونار، وكذلك أيضا في الفراغ بعد هروب بني صدر، هنا يكلف النائب المعاون الرئيس الأول واللي هو الآن الغاية مخبر في إدارة البلاد مع تشكيل لجنة تسمى الشورى من رؤساء السلطات، وخلال 50 يوم حدد إجراء انتخابات. 50 يوم بعد ما إذا لا قدر الله. إذا لا سامح الله، إنه هذا في من الناحية الإدارية، بالتالي إنه لا يوجد خوف، ولكن الحالة الهواجس والقلق هذه في حكومة السيد إبراهيم الرئيسي، باعتبار عنده منذ تشكيل الدولة بعد الانتخابات الرئاسية وانتخب السيد الرئيسي وشكلت حكومته أطلق على حكومته دولة مردمي، بمعنى الحكومة الشعبية، نتيجة للعلاقة ما بين الشعب والسلطة في هذا الجانب، والجانب الآخر هناك مكانة كبيرة حقيقة للسيد إبراهيم الرئيسي لدى الشعب الإيراني، لدى الحوزات العلمية، لدى النخب المثقفة، وبالتالي هو هناك تأثر كبير في العلاقة بخصوصا مع السيد إبراهيم الرئيسي، وليس على الفراغ الدستوري أو دخول البلاد كما أشاعت بعض الأطراف الأخرى وخصوصا تيار المنافقين. طيب. فالنتيجة هنا نقول أنه عامل الهجس الهواجس والقلق هو لما يتمتع به السيد الرئيسي في من مكانة مهمة في الشعب الإيراني. إذن دكتور هيثم، حتى الآن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تقول هنالك صعوبة بالبحث حتى هذه اللحظة بسبب سوء الأحوال الجوية، كل هذه المؤشرات مقلقة للغاية، لكن هل أنت متفائل؟ طبعا هو الامل بالله سبحانه وتعالى موجود، ولكن الحقيقه انه المنطقه منطقه وعره، منطقه جبليه لا تستطيع السيارات السير بها في النهار مع هكذا ظروف صعبه، فكيف الموضوع في الليل؟ كما
كما أن الأودية الموجودة هناك بأعماق سحيقة وغابات كثيفة في المنطقة، من الصعوبة أن يكون هناك تمشيط ومسح، لا أعتقد حتى أنه توجد طرق نظامية تمر عبر هذه المناطق، لذلك ولكن وردني الآن أن فرق الإنقاذ وصل عددها إلى 65 فرقة في الليل تعمل الآن. نعم، ولكن أنا أقول أن هذه المنطقة حتى توجد بها طرق نظامية كي يستطيع الإنسان ينتقل بها برا، لذلك كان السفر باستخدام طائرات الهليكوبتر. فموضوع البحث يعني لابد أن يتواصل في هذه الليلة، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة وأن يتم حسم مصير طائرة الرئيس ومرافقيه إن شاء الله. أرحب كل الترحيب بالأستاذ الدكتور السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق معي عبر سكايب من طهران. حياك الله أستاذ هادي. أهلا وسهلا سيد فرح، حياك الله. أهلا وسهلا دكتور هادي. بصراحة الوضع مقلق للغاية، هنالك تضارب في الأنباء بشكل كبير ما بين الوفاة لا قدر الله، ما بين عدم وجود أي اتصال مع الطائرة، ما بين عدم تحديد موقع الطائرة من الأساس. كل هذه المعلومات جعلت المتابعين بوضع قلق وصعب للغاية. ممكن أسمع وجهة نظرك حول آخر الأخبار دكتور أفقهي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لك وضيفيك الكريمين والمشاهدين. يعني دعيني أعتمد خطاب سماحة السيد القائد بالحضور الجماهير الغفيرة. أولا دعا أنه يرجعون إلينا بسلام، ونأمل أن يرجعوا إلينا بسلام، هذه الأمنية الأولى والمشروعة والأخلاقية والإلهية. ولكن في نهاية المطاف أكد سماحته وربما حضر النفوس لشيء ما إذا حصل، أنه ليس هناك قلق لا على أداء الحكومة. وعشية هذه الليلة انعقدت الحكومة برئاسة مساعده الأول الدكتور محمد مخبر، وكذلك جران الأمور بصورة انسيابية، لأن البلد يبقى هادئا ومسيطرا عليه من جميع الجهات. طبعا إذا لا سمح الله ولا قدر الله، ونحن لا نتمنى ذلك والأعمار بيد الله، إذا أعلن شيء ما فهناك يعني مسار دستوري، وكما وضح الأخ الضيف مسار دستوري، وليس فقط في مثل هذه الحالات. نعم، عندما اغتيل الشهيد محمد علي رجائي والشهيد وهبنا رئيس وزرائه بعملية إرهابية قامت بها منظمة مجاهدي خلق المنافقين التي يتزعمهم الإرهابي مسعود رجوي، كان كذلك هناك عملية انسيابية دستورية. وحتى فيما يتعلق بموضوع تفجير مركز الحزب الجمهوري الإسلامي، وراح في الحقيقة كوكب من الشهداء كان على رأسهم الشهيد بهشتي وأربع وزراء وكذلك مدراء كبار في جلسة للحزب، وكذلك بعد كسر حصار مدينة أبادان عندما كانت محاصرة من قبل الجيش الصدامي، رجعت كوكبة من القادة من الحرس الثوري وكذلك من جيش الجمهورية الإسلامية منتصرا، وقريب من على بعد يعني مقربة قريبة جدا من طهران سقطت طائرة السي 130 وراح شهداء قادة حرب. يعني إذا بما أن إيران دولة مؤسسات، مهما كانت قيمة الشخصيات ونحن نكن لهم الاعتزاز والاحترام ونتألم أشد الألم عند فقدانهم بأي صورة من الصور، سواء رحيل الإمام الخميني أو الشهيد قاسم سليماني أو الشهيد رجائي وما إلى ذلك. طيب، ولكن المطمئن ست فرح أنه دولة مؤسسات ومسار دستوري واضح. القلق ربما والألم يكون عاطفي، هذا صحيح، ربما الجانب الشعبي هذا كله في محله، ولكن أكد سماحته أنه ليس هناك قلقا والأمور ماشية بإنسيابية وباستحكام إن شاء الله. طيب، البعض ذهب إلى تصريح القائد السيد الخامنئي إلى أن بالفعل السيد رئيسي قد يعني لا قدر الله قد توفي، قد لقي حتفه، وهذه التصريحات تكون الامتصاص ربما الصدمة من الشعب الإيراني والعالم. كيف تقرأ مثل هكذا نظريات دكتور أفقهي؟ يعني أنا كما أسلفت وأنا ربما أؤمن بهذه النظرية، أنه إذا حصل شيئا
وليس في الحقيقة من الضرر الآن إعلان عنه إلى أن تتثبت كل الأمور وتستجمع كل معالم في الحقيقة المشهد للحادثة، سواء على مستوى الأشخاص أو على المستوى التقني على المستوى الفني، الأشياء التي ستلتقطها فرق التحقيق والإنقاذ والفنية والأمنية كذلك. فكل ما يصدر في الحقيقة يجب أن نعتمده ما يصل إلينا من القنوات الرسمية والمعتمدة، ولا نذهب ولا ننزلق في متاهات الفضاءات الافتراضية، المواقع الاجتماعية، الذباب الإلكتروني، السايبرية، خصوصا الآن شماتة الأعداء تثلث قلوبهم مثل هذه الحوادث كلها. يجب أن نكون على نباهة، ويجب أن نكون على في الحقيقة بين من أمرنا، ونستمع إلى إرشادات سماحة السيد القائد وما يبث من خلال الإذاعة والتلفزة الرسمية وبيانات وزارة الداخلية. إذا هذا في الحقيقة هو الذي طمأننا به سماحة السيد، أنه حتى لو حصل شيئان والعمار بيد الله، وأكد وأقول إذا يجب أن نتماسك، يجب أن نمتص هذه الضربة، يجب أن لا نصطدم ولا نيأس، يجب أن نثبت أقدامنا ونسير خلف الحقيقة أماني وأهداف السيد رئيسي لا سمح الله إن كتبت له الشهادة هو ورفاقه. دكتور أستاذ محمد، بصراحة اليوم هنالك لغط سياسي ربما على مواقع التواصل الاجتماعي أن إيران إذا فقدت رئيسها لا قدر الله ستكون في حالة من الفوضى. حضرتك وضحت هذه النقطة دكتور هيثم والأستاذ أفقهي أيضا، لماذا هذا التصور؟ يعني قانونيا، وسينضم إلينا إن شاء الله الخبير في القانون الدستوري ليطلعنا أكثر على التفاصيل. الأمور تبدو واضحة. أولا أنا أود أن الآن ورد عاجل من تصريح لمسؤول قوات حرس الثورة في أذربيجان الشرقية أنه وصلت إشارة من هاتف أحد أفراء الطاقم، وبالتالي هنا التوجه إلى مكان الحادث، هذا في فد إشارة معينة. نعم. أن هذا يبشر بخير. إذا كانت هذا الآن ورد من المصادر المحلية من الجمهورية الإسلامية واعتمدتها أيضا في وكالات رسمية، هذا الجانب. الجانب الآخر أنه طبعا أنه هذا عملية التشكيك والفوضى هو في كل حدث في إيران يحدث، أنه بعد الثورة الإسلامية أصبحت إيران هي محط أنظار لجميع مخابرات الدولية في العالم وخصوصا الغربية، بالتالي هنا يتم الاستفادة واستغلال أي حدث في إيران حتى لو كان. ولكن أنا أود أن أذكر أنه في أهم شخصية حدث في الجمهورية الإسلامية هو رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه، هو باني مجد إيران، قائد الثورة الإسلامية. نعم. اللي هي الثورة العالمية الثالثة في العالم ما بعد الثورتين الفرنسية والروسية لما فيهم من أثر اجتماعي كبير. طيب. لكن الجمهورية الإسلامية استمرت وبتطور، أن أقول أن الأثر الأكبر لحكومة السيد إبراهيم رئيسي لما يمتلكه من قلوب الناس ومن محبة وتقدير واعتزاز وما قدمه من خدمات، بالتالي أنه هذه الشائعات تحدث عادة وتطلق باستمرار في كل حدث. المرة الأولى مثلا عندما تم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قالوا إيران لن ترد، عندما ردت الجمهورية الإسلامية قالوا أن هذا اتفاق. بالنتيجة عملية التشكيك وعملية الأكاذيب التي تطلق هذه بالنتيجة هي محاولة لزعزعة الاستقرار، لصنع فاصلة ما بين النظام الإسلامي وما بين الشعب. وأنتم ترون اليوم وما المصلحة؟ يعني أنت حضرتك ذكرت الكثير من المراهنات لكن كلها باءت بالفشل. نعم، هذه من سلسلة المحاولات أنه الغرب يستمر في محاولاته باعتبار أنه هناك تهديد لوجود الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة غرب آسيا، تهديد وجودي باعتبار الآن إذا لاحظنا هناك انكفاء غربي، بدأت الشعوب العربية الشعوب الإسلامية تأثرها بالثورة الإسلامية، قضية فلسطين كلها أعادت للصورة بشكل حقيقي، بيّنت اصطفاف من يقف مع منهج ويدافع عن فلسطين وكذلك من يقف مع الكيان. بالنتيجة هذا كانت هذه الدول العربية خصوصا منساقة مع الغرب تتهم الجمهورية الإسلامية بأنها صفوية، جمهورية إسلامية مجوسية، هؤلاء شيعة رافضة. بالنتيجة هم اليوم نرى هذا المحور هو من يدافع عن فلسطين وكسر رهانات الغرب. فبالنتيجة هذه المحاولات الغربية أنها لا تريد أن إيران أن تتقدم،
لذا تفرض العقوبات، ولكن إيران تزداد في تقدم في تطور علمي وتكنولوجي أكثر. عندما قالوا أن استغلوا مثلا حادثة مهسا أميني وبدأت الأحداث والفوضى والتظاهرات، كان الكل يجمع على أن هذا سيسبب انهيار في الجمهورية الإسلامية، لكن ما حدث هو أن هذه المظاهرات التي خرجت إذا قسناها بالنفوس، عدد النفوس السكان الجمهورية الإسلامية لا تصل إلى ربع 1%، بالنتيجة هذه الشائعات أنها تتكرر، لكن هم يستغلون كل حدث. اليوم الوضع الآن بهذه الصورة أن الجميع بما فيها حتى الدول الغربية تنتظر تترقب مصير الطائرة التي تقل السيد إبراهيم رئيسي، وبنفس الوقت هذا له أثر أيضا بما يمتلك أولا علاقة مع الدول العربية، علاقة مع الدول الإسلامية، كذلك الاتفاق الإيراني السعودي، الحديث عن مسار المفاوضات النووية، وجود السيد حسين أمير عبد اللهيان على رأس الذي يمتلك علاقات وطيدة ووثيقة مع الدول العربية، أعاد كالدبلوماسية الإيرانية إلى الواجهة مع الدول العربية بشكل أكثر تفاعل، هذا فيه إلى أثر كبير في الجمهورية الإسلامية. دكتور هيثم، هنالك تخوف أيضا أن السيد إبراهيم رئيسي بسياسته ونهجه والسيد عبد الله يعني لديهم استراتيجية تكتيكية، الصبر الاستراتيجي، يعني واضح من منهاجهما وسياستهما، لديهم علاقات جيدة مع دول العالم ومع دول المنطقة. هل سيؤثر لا قدر الله فقدانهما على مثل هكذا علاقات مع الدول؟ طبعا أنا كما ذكرت في بداية حديثي بأن الجمهورية الإسلامية دولة مؤسسات والسياسات ترسم من قبل أناس مختصين ومزاولين للعمل، وهناك مسار واضح وخطط وبرامج زمنية ومجموعة من الكفاءات على مستوى المؤسسة. هذا هي حتى من فيما يتعلق بالمحافظين الأصوليين والإصلاحيين؟ نعم، هذا أنا أتحدث عن نظام الدولة ولا أتحدث عن الأحزاب. نعم، وفي نظام الدولة ووجود المؤسسات ترسم السياسات من قبل فريق ويتم العمل بهذا المسار. طيب، خطوة بخطوة، ولا تصدر القرارات بشكل فردي أو ارتجالي من شخص واحد. بالتالي أعتقد أن هذه السياسة إذا كانت هي سياسة معتمدة من قبل الدولة في الجمهورية الإسلامية، نعم، وجود السيد عبد اللهيان وجود الرئيس رئيسي حقق نجاحات في هذه السياسة، لكن لا يعني أن هناك تغير في هذه السياسة فيما لو حدث شيء لا قدر الله، إلا إذا اغتأت الجمهورية الإسلامية نفسها مصلحة في تغيير هذه السياسة. يعني طيب، المسارات. هذا الترويج الغربي دكتور هيثم؟ الترويج الغربي هو جزء من حرب العمليات النفسية، وخصوصا في وسائل الإعلام، في مواقع التواصل، موضوع التشكيك، محاولة إضعاف الثقة بين الشعب وقيادته. نعم، فبالتالي أعتقد أنه كل هذه المحاولات هو جزء من حروب كوغنيتيف ويرفير أو الحروب الإدراكية، ومعناه أنه إيجاد حالة من الشبهات لدى الشعب الإيراني، إيجاد حالة من الخوف، حالة من اليأس. الحقيقة الأمور لا تدار بهكذا طريقة في داخل الجمهورية الإسلامية، وأثبت تجارب أنها تعرضت لصدمات وخسارة رجالات كبيرة في هذه الثورة، ولكن دائما كانت تواصل مسارها لأن المنهج منهج مؤسساتي. وأعتقد أن هذا الموضوع هو به جزء من الحرب النفسية كما ذكرت. نعم، إذن دكتور أفقهي، أكثر من دولة عرضت مساعدات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمجال الإنقاذ والبحث خاصة في المناطق الوعرة، هل إيران اليوم تمتلك الإمكانات أم أنها تحتاج المساعدة لأن الوقت ليس بصالح الجميع دكتور أفقهي؟ يعني أولا عرض دول الجوار خصوصا بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ودول أخرى، هذا يدل على أن هناك متانة في العلاقات ومكانة مرموقة ومحترمة للجمهورية الإسلامية، ولما لها من مصداقية من أنها دولة اعتدال ودولة في الحقيقة وفاء بكل ما تمضي عليه وتوقع عليه من معاهدات سواء ثنائية أو إقليمية أو قوانين الدولية. الموضوع الثاني، وبحمد الله تشكر الجمهورية الإسلامية كل هذه العروض، ولكنها لحد الآن لم تطلب المساعدة من أي دولة، في حين أنه هي دائما كانت تقدم المساعدات أولا بأول، سواء
الزلازل التي تحصل في المنطقة أو الفيضانات وما إلى ذلك. نعم. إذن هذا يدل على نجاح سياسة السيد الرئيسي والسيد أمير عبد اللهيان رئيس دبلوماسيته في إيجاد أجواء هادئة وإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا مع بعض الدول التي كانت بيننا وبينهم نوع من التخاصم السياسي وقطع العلاقات. فهذا يدل على نجاح سياسته عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية، أعلن أولا وبالذات أنه نحن نولي الأولوية ونعطي الأولوية والأهمية لتعديل وترطيب العلاقات مع دول الجوار. طيب، تحدثت دكتور أفقهي حول اختيار رئيس الجمهورية في حال وفاته لا قدر الله بعد 50 يوم، ستكون هنالك انتخابات وستحسم المسألة بهذه الطريقة، لكن فيما يتعلق بوزير الخارجية كيف ستدار الأمور في البلاد؟ يعني له مساعدين في الشؤون الدولية، في شؤون كل الدوائر، الدائرة الأمريكية، الدائرة الأوروبية، كل له مساعديه، وله المساعد الأول الذي هو محمد باقري كني. ليس هناك أي فراغ، يعني حتى السيد أمير عبد اللهيان ليس هو الذي يخطط لاستراتيجية الجمهورية الإسلامية على مستوى العلاقات الخارجية، وإنما هو ينفذ الاستراتيجية التي يرسمها المجلس الأعلى للأمن القومي، هو الذي ينفذ. إذن لا ضير، لا سمح الله، إذا حصل أي مكروه للسيد أمير عبد اللهيان أن يقوم بمهامه، ومساعده الأول هو الدكتور محمد باقر كني. نعم، أرحب الآن بأستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل. حياك الله أستاذ مصدق. الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، أود أن أسألك عن لا قدر الله ماذا إذا فقد أو توفي الرئيس الإيراني، كيف سيكون حال البلاد دستوريا وقانونيا؟ في البدء حقيقة نعبر عن كرامنا مع الشعب الإيراني ومع السلطة الإيرانية بشأن هذه الحادثة، ونتمنى النجاة لرئيس الجمهورية. فيما يتعلق بالموقف القانوني، حقيقة الدستور الإيراني، الدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان واضح وصريح في معالجة حالات خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت والدائم أسوة بالدساتير الأخرى، فبالتالي جاءت المادة 131 من الدستور لتحدد أنه في حال حصول وفاة أو استقالة أو ترك للمنصب أو شهور إلى أكثر من شهرين، فإنه يحل النائب الأول للرئيس الإيراني محله في ممارسة اختصاصاته، لكن هذا الأمر مشروط موافقة قائد الثورة الإسلامية، وبالتالي في حال عدم حصول هذه الموافقة أو في حال التولي النائب الأول لهذا المنصب، فإنه يتوجب على بعد هذا الفترة أن يصار إلى تشكيل مجلس ثلاثي يتكون من رئيس مجلس الشورى وكذلك رئيس السلطة القضائية ونائب الرئيس الأول، وملزمين بإكمال عملية الاختيار خلال 50 يوم. في جميع الأحوال، في حال عدم وجود نائب أول أو في حال اختيار المجلس لشخصية لتولي هذا المنصب، فإن الأمر مناط أولا وأخيرا بموافقة قائد الثورة الإسلامية. طيب، فيما يتعلق بالدوائر والمؤسسات، هل ستكون قانونية بشكل كافي، دستورية بشكل كافي، ما إذا حصل أي طارئ لا قدر الله؟ يعني أتحدث عن لحظة وساعة الوفاة دكتور، كيف ستدار الأمور؟ نعم، حقيقة النظام المؤسساتي مثل ما هو الحال في الجمهورية الإسلامية لا يتأثر في حال لا سمح الله وفاة رئيس الجمهورية، باعتبار أنه نظام مؤسساتي يقوم على التراتبية، ويوجد نائب أول للرئيس سيمارس جميع الصلاحيات المناطة بالرئيس، لهذا جميع التصرفات التي ستصدر هي تعتبر تصرفات دستورية وقانونية ولا غبار فيها، وبالتالي سوف لن يحصل شهور، باعتبار أن النظام السياسي والدستوري في إيران يقوم على توزيع السلطات. نعم. فبالتالي رئيس الجمهورية يتساوى مركزه مع غيره من السلطات الأخرى كمجلس لجنة الدستور أو مجلس الشورى الإيراني، وفي جميع الأحوال فإن الأمور محكومة برأس أعلى للنظام الدستوري والسياسي وهو قائد الثورة الإسلامية، لهذا لا توجد أي إشكاليات تتعلق باستمرار الدوائر والمؤسسات أو
وجود أي خلل فيما يتعلق بالتصرفات التي صدرت من الرئيس، باعتبار أن هنالك في القانون شيء اسمه الحلول، طالما نظم الدستور من يحل محل الرئيس عند غيابه فلا توجد أي مشكلة قانونية أو إدارية أو فنية. طيب، من خلال متابعة حضرتك لكل الأحداث والتداعيات السياسية هذا اليوم، ما الخطر الدستوري والقانوني الذي تقرأه في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله؟ لطفاً أعيد السؤال. سألتك باعتبارك متابع للتداعيات ولكل الأحداث التي حصلت اليوم، هل هنالك أي خطأ أو خطر قانوني دستوري تقرأه حضرتك في حال حصول أي طارئ، أم أن الأمور كلها مطمئنة وفقاً للقانون وباعتبار أن الجمهورية الإسلامية دولة مؤسسات دكتور؟ حقيقة لا توجد هنالك أي مشكلة قانونية، نائب الرئيس متواجد في الرئاسة الإيرانية وبإمكانه أن يمارس هذه الصلاحيات شريطة أن يحصل على تفويض أو تكليف من قائد الثورة الإسلامية، لهذا حقيقة في حال عودة الرئيس سالما أو في حال عدم عودته لا سمح الله فإن الأمر محكوم بنصوص الدستور والقوانين المنظمة ولا توجد أي مشكلة أو خطر يهدد المؤسسات الدستورية الإيرانية أو غيرها من الأمور، وبالتالي ستستمر عجلة المؤسسات الدستورية وذلك لسبب تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمثل هذه الحالة وغيرها من الحالات بدقة ووضوح من قبل المشرع الدستوري الإيراني. نعم، شكرا جزيلا دكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. إذا أستاذ محمد سمت ما تفضل، لا توجد أي مشكلة أو خطر دستوري أو قانوني يهدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هو بالتأكيد أنه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها وكتابة الدستور حددت بشكل، إذا طلعنا مثلا قانون الانتخابات والبنود التي تتضمنها من الناحية القانونية، كذلك أيضا شخص بشكل دقيق أنه لا يترك مجالا للفراغ. هذا هم نتيجة ماذا؟ نتيجة للظروف التي مرت على الجمهورية الإسلامية من اغتيالات لأهم شخصياتها الكبار كالشهيد بهشتي، الشهيد مطهري، والشهيد رجائي وباهنر ورفقهما، كذلك ايضا انه في على مسار احداث انه حتى مساله انه لو الاقاله والاستقاله، كل هذه شخصت من بشكل قانوني ودرست انه طيب. في كل حال ما تحتاجه وليست المساله عشوائيه، وهذا ما اعطى استمراريه الحالة القانونية، الحالة التي يتمتع بها الرئيس أو كل مسؤول تنفيذي في السلطة في الجمهورية الإسلامية. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا أنه الانتخابات تمر في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية، إذا لاحظنا أنها بشكل كبير قياسا بدول غرب آسيا أو دول الشرقية والغربية هي نسبتها كبيرة، هذا يؤكد أيضا تمسك الشعب الإيراني بالنظام الإسلامي، تمسك بالعقيدة السياسية للنظام، وكذلك تمسك بمبادئ الثورة الإسلامية. هذا من جانب تأكيد أنه أمام الهجمة الغربية والضغوط، وكان يراهن الغرب على أن يكون هناك انشقاق مثلا، ضعف في تأييد النظام، وهذا ما عمل عليه طبعا ليس في إيران وإنما في العراق وبقية دول المنطقة عندما يحاولون أن يصنعوا فاصلة ما بين الشعب والنظام. بالتالي إحنا أمام حقيقة لا خوف من الناحية القانونية على الجمهورية الإسلامية، بقدر ما هناك قلق كما ذكرت ما يمتلك على السيد إبراهيم رئيسي والخطط التي قام بها. كذلك أيضا في حاولت أن أذكر ما الكادر الدبلوماسي والجهاز الدبلوماسي، طبعا بنيت في الوزارة الخارجية أو الكادر الجهاز الدبلوماسي في إيران على يد السيد علي أكبر ولايتي، الذي هو كل هؤلاء من السيد حسين أمير عبد اللهيان وباقي الوزراء الذي تسنموا، نعم، هم كانوا أما تلاميذ أو رفاق له، وبالتالي تمتلك إيران جهازا دبلوماسيا كبيرا فيه شخصيات كبيرة، خصوصا ما ذكره السيد هادي أفقهي مثل السيد كريم باقري كني، فمن الشخصيات التي فاوضت كبار الغربيين طيب. ووكلاء الطاقة الذرية. بالتالي أنه هذه خلو المناصب لا يعني أنه هناك لا توجد شخصيات، وأهم شخصية فقدتها الجمهورية الإسلامية على ما أظن في الفترة الأخيرة هو الشهيد قاسم سليماني رضوان الله عليه، ولكن
بعد الاستشهاد مباشرة جاء الجنرال إسماعيل قاني، فبالتالي أن هناك شخصيات كبيرة مهيئة لتسنم المناصب في الإيران. طيب دكتور، يعني هنالك ثلاثة طائرات، طائرة الرئيس سقطت، الطائرتين الأخريتين يعني أين ذهب؟ لماذا لم تستطيع تحديد الموقع وبالتالي إرسال الإشارات للقوات الأخرى المتعددة لسهولة عمليات البحث والإنقاذ؟ طبعا الطائرتين حسب ما وصل من أخبار أنها قامت بتمشيط المنطقة بحثا عن الطائرة التي فيها الرئيس، وعدم إرسال الإشارات أعتقد إعاقة بسبب وجود مناطق جبلية وصعوبة وصول الإشارات في هذه المناطق وصعوبة تأمين الاتصالات، ويبقى هذا مؤشر أو تساؤل كبير قد يشير إلى وجود حدث أمني، لأنه كما معلوم أنه أذربيجان لديها علاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا الكيان لديه محطات لعمل استخبارات في تلك المنطقة. توجه السيد الرئيسي كان بزيارة معلنة ومع وزير خارجيته، أكثر ما أخشاه ويتوجس منه الكثيرون أن يكون العمل أمني، وإن كان الكيان الصهيوني في مواقع الإخبارية على أنه ليس له علاقة بحادثة الاختفاء، ولكن هناك قرائن تشير إلى أنه قد يكون العمل أمني بغض النظر عن النتائج التي حدثت. خلال قراءتك حادث أم عرض أمني؟ حادث أمني، يعني القرائن على وجود عمل أمني قائمة، لأنه قرب للحدود، إعلان الزيارة، أهمية الشخصيات، طائرة واحدة من بين ثلاث طائرات، كل هذه مؤشرات تثير تساؤلات كبيرة. طيب، أنه قد يكون عمل مدبر، وبالتالي لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال من الاحتمالات المطروحة. طيب دكتور، هذه طائرتين المرافقة لطائرة الرئيس الإيراني، يعني ما هو مصيرهما؟ يعني لا توجد أي تحديثات للأخبار عن هاتين الطائرتين حتى الآن، نود أن نعلم منك إن كانت لديك معلومة دكتور. لا، وصلت الطائرتين إلى تبريز، ومن هنا أعلن المساعد التنفيذي الدكتور منصوري، نعم، كان في الطائرة الأخرى، السمتية الأخرى، هي كانت ثلاث سمتيات، سمتيتين الوفد في الحقيقة رفيع المستوى وما كان يلزم أن يرافق السيد الرئيسي، والطائرة الخاصة بالسيد الرئيسي وتحمل شخصيات من الطراز الأول كل على مستوى مسؤوليته. نعم. المسؤول الأول رئيس الجمهورية، المسؤول الأول الحقيقة الدبلوماسية هو السيد عبد الله يان، المسؤول الأول لممثلية السيد القائد السيد آية الله الهاشم الذي هو عضو في مجلس خبراء القيادة، وكذلك المسؤول الأول في المحافظة هو محافظ أذربيجان الشرقية. إذن هذه الطائرة، أنا طبعا من السابق لأوانه سيد فرح، أنه نقدر أنه ذاك إذا كان هناك حدث أمني وليس مستبعد، ولكن أنا أقول من السابق لأوانه الآن، إن لم تستجمع كل المعطيات والمؤشرات والحقيقة يعني قطع الحادث على المستوى الأمني، على المستوى الفني، على المستوى الإنساني، على المستوى الاستخبارات. مثلا أحد الأخوة بيننا كنا نتحدث قبل الاستوديو أنه عادة لما يحصل أي حادث لطائرة، حادث طبيعي، اصطدام، ارتطام بجبل، يعني تبقى هناك المؤشر تؤشر، تبعث بإرسالات، تبعث بإشارات هذه الطائرة أين وقعت، لماذا لم تحصل هذه مثل مؤشرة. ولكن هناك من يناقض أنه الطائرة هي حصل هناك هبوطا صعبا، يعني لم يقل أنه تهشمت أو تدمرت أو ارتطمت بجبل، بل كان هناك. طب من الذي أعلم القيادة هنا في وزارة الداخلية أو الأمن أو الجيش أنه كان هبوطا صعبا؟ أكيد وصلت هناك إشارات، ولكن بعد هذه الحادثة انقطعت الاتصالات، والآن نسمع بصورة متواترة في الحقيقة أنه ما زالت هناك اتصالات، كما أعلن أحد مسؤولي الحرس الثوري في الأمن الاستحفاظي للحرس أنه كانت هناك أو وكالة تسنيم مثلا أول من أعلنت، وهي تابعة للحرس الثوري أظن، أنه أول من أعلنت وأنزلت في قناتها أنه
هناك اتصال مع الطائرة وقبطان الطائرة، ويبدو أنه كلهم بسلام إلا جروح خفيفة. هذه كل هذه الآن التصورات لا نستطيع أن نبني عليها إلا أن تصدر وكالة وزارة الداخلية عفوا القرار النهائي بمعلومات موثقة وبأشياء حسية ولمسية وليست تحليلية. نعم. إذن دكتور، أنت يعني تعلم الموقع الجغرافي الإيراني بشكل جيد، هل لك أن تحدثني عن الطبيعة التي سقطت فيها الطائرة الإيرانية؟ هل من الصعب أن تكون هنالك فرق متخصصة أو محترفة لعمليات البحث والإنقاذ في تلك المناطق، خاصة أن هنالك ظروف جوية صعبة للغاية؟ يعني أولا المنطقة منطقة جبلية وعرة، ولا توجد هناك طرق سالكة تسلكها السيارات بسهولة. حتى هناك بعض المناطق يعني لم تصل إليها حتى الدواب، يعني صعبة. ثانيا هي غابات مكثفة وليست من منطقة صخرية حتى يؤثر بسهولة. رابعا أنه الآن يعني عندما وصل في الحقيقة الظلام الدامس يعني عقد الأمور. هناك موضوع الأمطار، والمنطقة حددت يعني جغرافيا، نقطة الطول والعرض الجغرافي حددت. دائرة الحادثة حوالي 2 كيلومتر تقريبا وشوية، هذه دائرة المنطقة، منطقة الحدث. أما أنه وصلوا إلى الطائرة، هل أن هناك أشلاء متناثرة، هل أنه قابعة في مكان واحد، هذا الذي لم يصل إليه في الحقيقة. وما زالت هناك أكثر القوات هي قوات راجلة كما أسلفت. إذا المنطقة ليست يعني سالكة بمعنى السيارات أو الإسعاف، أو حتى من ناحية المسيرات عندما ذهبت المسيرات لتتقصى مكان الحادث اضطرت الرجوع لكثافة الضباب. إذا المنطقة وعرة وتجتمع فيها كل العوائق مع كل أسف للتسابق مع الزمن والوصول إلى نقطة الحادث وليس منطقة الحادث كعموم. نعم. إذا أستاذ محمد، هنالك يعني حسب ما أطلع الآن بعض وسائل الإعلام الغربية تقول أن إيران الجمهورية النووية لا تستطيع حماية رئيسها، معناه هذه الحوادث تحدث لأي أحد وفي مختلف الدول، لماذا يعني تسيس القضية بهذا الاتجاه؟ شوف، أولا أنه هو غير مستبعد أن يكون هناك اعتداء أو حدث أمني، هذا لا يستبعد، لكن أنا أقول من غير الممكن باعتبار أن قوات الاحتلال الإسرائيلية والصهاينة الموجودين في أذربيجان هم لا يتجرؤون بعد على الاعتداء على إيران بعد الصفعة التي تلقوها. نعم. بالتالي المسألة ليست سهلة بأن عملية اعتداء بهذا الشكل وبهذه الصورة، هذه أولا. إن الحديث ما تفضل به السيد هادي أفقهي أستاذنا وكبيرنا أنه السابق لأوانه، هذه نقطة. النقطة الأخرى والأهم أنه إذا لاحظنا وتابعنا في كل هذه الأحاديث، هنا بعد صلاة الظهر وتحليق الطائرات الثلاث حدث تغير مناخي مفاجئ، وهذا هم أيضا طبيعي جدا أن يكون بهذا الجو والمنطقة هنا وعرة جدا، فبالتالي هذه الحادثة تسقط، يعني تحدث بالشكل الطبيعي. نعم كنا لا نستبعد، لكن العدو لا يتجرأ على الاعتداء، هو الآن في غزة عايش في بين رفح جباليا، عملية الانتقال منا لبنان، منا في سوريا والوضع اليمن، ثم يجازف بهذا الوضع، هو هذه من أكبر الحماقات أن فعلها. بالتالي أنه الحديث الآن يجري أن الوضع بالشكل الطبيعي. وأيضا اللافت ما ذكره الآن قبل قليل معاون وزير الخارجية السيد مهدي صفري بأنه تواصلوا مع أول سقوط الحادث مع الإمام الجمعة تبريز وممثل السيد الولي فيها مرتين، إنك تم سماع صوته. بالنتيجة هذا يعطي في الشيء أنه ممكن بارقة أمل أن نصل إن شاء الله إلى نتيجة، ونسأل الله أن يدفع عنهم هذا البلاء والعذاب. دكتور هيثم، إذا نحن الآن تحت طائلة الوقت، يجب أن ننتظر فقط والله سبحانه وتعالى ينقذ الجميع إن شاء الله ويكتب لهم السلامة، لكن ما الذي تتوقع؟ ما السيناريو الذي تقرأ حتى هذه اللحظة؟ يعني أعتقد أنه الساعات القادمة ربما تحمل خبر وصول إلى مكان الطائرة، وأعتقد أنه سوف يتم تحديد مصير الطائرة وأسباب الخلل ومدى سلامة الأخوة الموجودين هناك. نتمنى أن يكون سلامة
الركاب وعودتهم بشكل كامل، وان يتم يعني الوصول الى هذه الطائره باقرب وقت ممكن، ولكن كما تعلمون انه ظروف جويه وساعات ليل ومناطق وعره، يعني الموضوع ليس بالسهوله المتصوره. طيب تتوقع ان تستعين ايران ببعض الدول ربما للمساعده تكثيف عمليات البحث؟ ايران ليست بحاجه للاستعانه بدول، لديها الامكانيات ولديها الطواقم ولديها الافراد، لكن بعض الدول هي قد تتبرع بارسال بعض الفرق كما فعل العراق من اجل مسانده الجمهوريه الاسلاميه وتعبير عن تضامن العراق مع الجمهوريه الاسلاميه لمواقفها الطيبه الكثيره معه. دكتور أفقهي، يعني العالم جميعا ينتظر مصير الطائره، هل لك ان تحدثني عن الشعب الايراني كيف هي ظروفه النفسية والمعنوية حتى هذه اللحظة، خاصة بعد خطاب القائد الخامنئي؟ يعني بمجرد أن سمع وانتشر خبر الحادث توجه الشعب الإيراني أينما كان إلى الأعتاب المقدسة مثل مشهد، مثل قوم المقدسة، مثل شاه شيراز في شيراز، وابتهلوا إلى الله وبدأوا بقراءة الدعوات وتلاوة القرآن والتمني للرجوع بسلامة والصحة والعافية للوفد الحقيقة المرافق للسيد إبراهيم رئيس. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني ألف الشعب الإيراني مثل هذه الحوادث، وفي الحقيقة هو يتأثر، أكيد يتأثر، ولكن يعرف أنه هذه ربما تقديرات إلهية لتمحيص هذا الشعب أكثر وأكثر، و التئامه والتحامه بقيادته وخدامه. وطالما كان يكرر هذه العبارة السيد رئيسي، يرجع بالسلامة إن شاء الله، أنا خادمكم، أنا أصغركم، أنا خادمكم، أنا أصغركم، فهذه تشكل هناك في الحقيقة شخصية كاريزمية ومثالية وإيقونة لسائر السياسيين الذين سيأتون بعد السيد الرئيسي والذين يشتغلون مع السيد الرئيسي. فأكيد هذا يعني يخلق مكانة معززة ومكرمة في قلوب الناس لدى هذه الشخصية المحببة، وليس الآن لعلمك سيد فرح، حتى عندما كان رئيس القضاء الأعلى بدأ بمحاربة الرأسمالية المتوحشة في إيران وضرب في الحقيقة الأقطبوط الحقيقة الطبقة الإشرافية والأرستقراطية كما يقال والأليغارشية، فهذه شكلت يعني أعطت الوزن الثقيل والمصداقية الحقيقية والشفافة والصادقة والبريئة لهذه الشخصية المرموقة. عسى إن شاء الله ترجع علينا بسلام ووئام. شكرا جزيلا الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معي عبر سكايب من إيران. شكرا جزيلا لشخصك الكريم. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور هيثم الخزعلي الباحث الأكاديمي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الأستاذ محمد الياسري المحلل السياسي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إلى هنا نأتي إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.